خيبة أخرى تصيب صفوف الديمقراطيين وداعمهم، فالكشف عن هوية المرأة التي قد تصبح نائب رئيس الولايات المتحدة 46 في حال فوز المرشح الافتراضي جو بايدن تأجل مرة أخرى. تأجيل يكشف عن ثقل الضغوط التي يتعرض لها بايدن داخل المعسكر الديمقراطي وخارجها، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاسم الذي بات محصورا في آخر التسريبات بين ثلاث أمريكيات من أصول إفريقية، هن عضو مجلس الشيوخ كامالا هاريس والنائبة كارين باس ومستشارة الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون الأمن القومي سوزان رايس. فالأوراق قد تخلط بترتيب مختلف. لن أستغرب إن رأينا كامالا هاريس وزيرة للعدل وسوزان رايس وزيرة للخارجية أو مندوبة في مجلس الأمن. بايدن حريص على أن يعمل مع كل هؤلاء النساء اللواتي طرحت أسماؤهن ليس بالضرورة كنائبة له. اختيار النائبة سيعتمد برأيي على من تستطيع حصد أصوات القاعدة التقدمية. ويلوم البعض بايدن على التزامه المبكر باختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس، فقد كان بإمكانه توسيع خياراته بضم أسماء وازنة يمكن أن تكون مرشحة لانتخابات 2024 تضمن بقاء الديمقراطيين في البيت الأبيض في حال فاز بايدن، أهمها حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الذي تحول إلى رمز وطني بعد إدارته لأزمة كورونا. جو بايدن سيكون أكبر رئيس يدخل البيت الأبيض إذا ما تم انتخابه في نوفمبر المقبل، وهذا يضع عبئاً على نائبه في حال حدث له شيء، كما أن بايدن لن يترشح لانتخابات 2024، إذن فالاختيار صعب. لكن استطلاعات الرأي الحالية التي تظهر تفوق بايدن على ترامب بفارق 7 إلى 9 نقاط تترك له متسعاً مريحاً من الوقت. قد تكون المرة الأولى التي يهتم فيها الأمريكيون والديمقراطيون بشكل خاص بهوية نائب بايدن، فالمرأة التي سيختارها لن تكون فقط أول نائبة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، بل رئيسة البلاد في حال لم يتمكن بايدن لأي سبب من الأسباب من إتمام ولايته داخل البيت الأبيض في حال أصبح سيده الجديد. أمينة سري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.